الرب الاب الرحيم القدوس، يا من اعددت لنا هذه الوليمه الروحانيه بواسطه ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحه غير الدمويه، وامنحنا موهبه روحك القدوس، واهلنا ان نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبه الهيه، فنرفع المجد والشكر اليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا إخوتي الأحبار الأجلاء، وكهنة المسيح وخدام الروح القدوس. شكرا الآن وإلى الأبد.